ولم لا يا عبد الله؟ والعلم النافع هو لك بعد موتك صدقة جارية وحسنة باقية وأجور ماضية. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وعلم ينتفع به، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له.